الموسم الثالث عبقرة الأصحاب ومباراة في دور المجموعات، وهفكركم بالنتيجة: أليجيترز 35، الحوت الأزرق 110. الحوت الأزرق عندنا تغيير، محمد حسام رجع مكان أحمد محمود. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. عبد الرحمن ومحمد حسام، محمد حسام وعبد الرحمن. محمد حسام هتسمع أغنية ترجع لنا تاني. عبد الرحمن محمد هيبتدي الأول. مش راضي على الأداء طبعا. أكيد طبعا. الأسئلة مش صعبة، عايزة شوية تركيز علشان انتوا محتاجين نقط. بصراحة السكور ده مش حلو، يعني ما يطمنش وانتوا داخلين على دور الثمانية. محمد حسام تمام، تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة موزمبيق؟ جمهوري. صح. في أي قارة تقع سلسلة جبال الكارباوت؟ أوروبا. صح. فنان معاصر قام بدور علي في مسلسل رقم مجهول، فمن هو؟ يوسف الشريف. صح. ما هو حاصل ضرب 90 في 6؟ 540. صح. عن أي إمبراطورية استقلت بلغاريا عام 1908؟ الإنجليزية. غلط. أديب مصري راحل مؤلف رواية نحن لا نزرع الشوك، فمن هو؟ يوسف السباعي. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة سنغافورة؟ روبية. غلط. أجلوكوما هو مرض يصيب أحد أعضاء الإنسان، فما هو؟ بص. الحياة حلوة يا أغنية الموسيقار راحت، فمن هو؟ محمد عبد الوهاب. غلط. تفضل مكاني. كويس، 5 من 9، مع إن في أسئلة صعبة جاوبت عليها وأسئلة سهلة ما جاوبتش عليها. محمد حسام يا سليم من فضلك انضم لينا، ولكن مش وحش. وانت هتستغرب من الإجابات بقى لما تسمع الإجابات. يلا يا محمد، عايز تعرف يا محمد ايه اللي حصل ولا لا؟ طيب، عبد الرحمن جاوب على 5 من 9. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة موزمبيق؟ جمهوري. صح. في أي قارة تقع سلسلة جبال الكارباوت؟ أسيا. غلط. فنان معاصر قام بدور علي في مسلسل رقم مجهول، فمن هو؟ بوس. ما هو حاصل ضرب 90 في 6؟ بوس. عن أي إمبراطورية استقلت بلغاريا عام 1908؟ عثمانية. صح. أديب مصري راحل مؤلف رواية نحن لا نزرع الشوك، فمن هو؟ يوسف السباعي. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة سنغافورة؟ دولار. صح. أجلوكوما هو مرض يصيب أحد أعضاء. صح. الحياة حلوة يا أغنية الموسيقار راحت، فمن هو؟ ما هي الدولة الخليجية المستضيفة لكأس آسيا لكرة القدم عام 2019؟ كويت. غلط. عادل. تفضل. كيف ما عدتش؟ 5 من 10. اتعادلتوا. الكربات في أوروبا. الكربات في أوروبا. بالظبط. ما أنا عارف إن أنت هتجاوب على سلة وأنت واقف جنبي. الأسئلة ما كانتش صعبة فعلا. السؤالين اللي ما جاوبوش هو السؤال التاسع والسؤال العاشر بس. الحياة حلوة لمين؟ فريد الأطرش. ما هي الدولة الخليجية المستضيفة؟ قطر. أنا بقول المستضيفة مش المتوجة. المتوجة قطر، المستضيفة الإمارات عام 2019. كلنا حي عبد الرحمن ومحمد حسام، محمد حسام وعبد الرحمن. النتيجة اتغيرت والفرق ما بين الفرقتين زي ما هو. عبد الرحمن كنتوا كام؟ 35. وكم إجابة؟ 25 يبقى 60. 60 مظبوط. الحوت الأزرق كنتوا كام؟ 110. وخمس إجابات صح بقيتوا 135. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين يسرى وأميرة، أميرة ويسرى. والسؤال الأول، وهنشوف الهدف الأول لمين. السؤال الأول، حل مسألة الآتية: 44 في 3 + 104/2 يساوي كام؟ 44 في 3 + 104/2. إجابتك يا يوسف؟ 484. إجابة خاطئة.
184. 184 لأنا في الأول. أرضك يا يسرى. محمد حسام وعبد الرحمن عبد الرحمن ومحمد حسام. هدف بلا مقابل للحوت الأزرق. أليجيترز محتاج تتعادل لعبد الرحمن. السؤال الثاني. تاريخ. في عهد أي رئيس أمريكي قامت حرب الخليج الثانية؟ ابتدت أغسطس 1990 لحد فبراير 1991. كلينتون. بيل كلينتون اللي جه بعده. إجابة خاطئة. قاد تحالف دولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي. عاصفة الصحراء. ازاي مش فاكر؟ جون كينيدي. لا مش جون كينيدي اللي تم اغتياله سنة 1963. فاكر الاسم لغاية النهاردة بنعترض عليه وبنعترض على ابنه. جورج بوش الأب. محمد حسام. جون كينيدي. إجابة إيه؟ مضحكة. اللي أنت عايزه. تحب تبقى إجابة إيه؟ مضحكة. إجابة مضحكة. طبعاً جورج بوش الأب وجورج بوش الابن هما الاثنين السبب الرئيسي في المأساة اللي بيعيشها شعب العراق. وخلينا ننتهز الفرصة ونحيي شعب العراق العظيم. فرصتك يا شيماء إنك تتعدلي، لأن ما هتاب لو جاوبتي صح خدتي 25. كل مرة بنزل. السؤال الثالث. فنون. فنانة قامت بدور فريدة في مسلسل حرب أهلية، فمن هي؟ شيرين رضا. إجابة خاطئة. يسرى وباسل خياط وجميلة عوض. هما كلهم في دماغي والاسم بس طاير. وسنتيا خليفة ورشدي الشامي. مين بقى؟ مفيش إجابة. لا مفيش. مين؟ مش عارفين. أروى هودة. أحمد سعيد وسيف محمد. سيف محمد وأحمد سعيد. أحمد سعيد فرصتك الوحيدة هي إن شاء الله التعادل. سيف طبعاً لو جاوبت صح هترجع ب 25 نقطة. أو لو أحمد سعيد ما جاوبش صح هترجع ب 25 نقطة. إن شاء الله. سؤال الرابع. رياضة. ما هو المنتخب الأوروبي الفائز ببطولة العالم للكرة الطائرة رجال عام 2022؟ إجابتك. كنت هقول لك معلومات هقولها لأحمد سعيد دلوقتي. صربيا. صربيا طبعاً إجابة خاطئة. ده اللقب الرابع. كسبوا في النهائي بولندا. طبعاً بولندا هي البطل لآخر نسختين. كسبوا بولندا 3-1. سويد. للأسف الشديد إجابة خاطئة. المنتخب الإيطالي. هاردلك. هاردلك يا أحمد وهاردلك يا سيف. ولكن 25 نقطة راحوا للحوت الأزرق. والحوت الأزرق حسم المباراة 160 الحوت الأزرق أليجيترز 60. ماتش النهاردة الحقيقة السكور مش هيفرق مع الحوت الأزرق ولكن هيفرق مع أليجيترز. الحوت الأزرق بمنتهى الهدوء 160. إجابة صحيحة. بتمنى ان يحالفني التوفيق في السؤال بتاع ضربات الجزاء علشان نلعب على الهدف الذهبي، ولكن للاسف ما كانش فيه حظ. احنا النهارده بواجه عام داخلين ماتش اعصابنا هاديه ما فيش توتر. لو اداء الحوت الازرق كان بنفس المستوى اول مباراه كانوا تصدروا المجموعه. السكور بعيد لكن ان شاء الله هنحسنه في عجله الحظ. عجله الحظ ما هي الا تعديل النتيجه، ولكن المباراه اتحسنت. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة.
وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 112500 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 330000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.